جبيس الزرع. ما بدك نبقى حبايب ولا تبقى عنيني. ازيك يا رجب؟ وحش. فكرتني بكده وعبده. عامل ايه؟ زرع عبد الزرع. ربنا ياخدك. ميرسي يا رجب. بجد يا رجب بحس كده اني محتاجه اتكلم معاك كتير قوي. ساتر. بجد. بقول لك ايه يا رجب؟ نعم. في ريستوران جميل حلو قوي قوي نفسي ادخله، بس لازم كابلز منعني من الدخول يا رجب عشان معيش كابلز. معكيش كلب؟ يعني ايه كلبزات دي؟ ما يعني ايه؟ يعني اتنينات اتنينات يا رجب. اتنينات؟ طب ليه؟ فين المحل دي؟ تيجي معايا اعزمك هناك على علبة كشري جامبو سوبر لوكس. شوفي شوفي، خدي معاكي عسكري امن مركزي وادخلي بكلبزاتك دي. انا صايم صايم. تقبل الله. بسم الله ما شاء الله. يعني انا كده حبيتك اكتر يا رجب. بس انت صعبان عليا. انت مش محتاج اي حاجه كده ولا كده؟ ما تكسفش قول، شكلك محتاج فلوس. انا بصراحه يعني محتاج بس منك. يعني كم يعني؟ الف، الفين، خمس تلاف. فكري تاخديش انت 10 وتفكك مني. اقولك هجري. 10 جنيه شحات يا معفن. يا خساره فيكي. خساره فيا؟ بكره تندم يا رجب. بكره تبكي بدل الدموع دم. ان معاك تشرب ازايز الدقه كده وبرده ما بتنساش. ان ما طلعت لك بالليل في الكوابيس وقعدت تقول لسه 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 وبرده مش هعبرك. ده انا نادي على الاسعاف وما ناديش عليكي. بكره اكبر وابقى ستايلست قد الدنيا وتمشي كده تقول للناس دي كانت بتتحايل على، قصدي كنت بقف جنبها كده عادي. وانا مش هعبرك برضه يا رجب. مش هعبرك يا رجب. مش هعبرك. مش هعبرك يا بنت. انت اللي زيك ده خرطه يا بنت. يا بنت ربنا بقى. يا رجب انقذني يا رجب. انقذني يا رجب. ما تكسرش تاكلك يا بنت. يا رجب يا رجب يا رجب يا رجب يا الاول بنت. طالنا منك قوي يا رجب.